مكملين وجينا المنصورة مع جميلات المنصورة نهى سالم. هلو نهى. هلو يا حبيبتي، منورتيني. منوراني انت يا نهى على القناة. بص، نهى سالم فاشن ديزاينر بروفيشنال، بتعمل حاجات واو اميزنج، الدرس الرهيب، التحفة الجامد، الطحن ده منها رائع، وذوقها واختيارها هي اللي قالت لي يطلع حلو عليك يا فيفي. نهى سالم، قولي للناس اسم البراند. ان اس حجاب اكستنشن. جميل، بتقدمي في ايه بقى نهى؟ عندي مكملات الحجاب، كولات، الكمام، الجيبات اكستنشنز، وعندي شميزات الساده، وعندي شميزات لونج تايل اللي هي بتنفع للكلاسيك، وعندي شميزات الكاجوال، وعندي دريسات، وفي وعندنا بناطيل، وعندنا اطقم كامله. عايزه اقول لنهى قبل ما نلف ونصور، انت ناجحه يا نهى، وانت برافو عليكي يا نهى، عامله حاجات للمراه حلوه جدا، وعامله حاجات للمحجبات كلها. في شافوهات للبنات، هنلف بقى ونشوف الشافوهات ونشوف الحاجات اللي هي عاملاها كلها هاند ميد، حاجاتها حلوه جدا. بس عايزه اقول لك يا نهى، كل اللي هيجي من طرفي له خصم. خصم 15%، 10%، 15%، انتوا عايزين كتري كتري 15%. لو هتعملوا لكم خصم لكل متابعين قناه انت ناجحه، كملوا ريفيو للاخر، هتلاقوا كل حاجه جميله مع نهى سالم. يلا بينا نتفرج. هي ان اس حجاب اكستنشن نهى سالم. نهى سالم، الان نهى اختصار اسمها، وسالم باباها، ربنا يخليه لكم يا رب. نورتينا يا نهى. شرفتيني يا حبيبتي. الله يخليكوا. يلا بينا نكمل بقى كل الحاجات الجميله بتاعت نهى من ان اس حجاب اكستنشن. اعملوا فولو للصفحه عندها على الفيسبوك، وادخلوا كمان على الانستجرام، هتلاقوا كل حاجه حلوه جميله عند نهى. نهى ابهرتني. بصوا الهيت اللي هي عاملاها هاند ميد، هي اللي عاملاها، والدريس ده بقى بتاع الساحل، البنات اللي هتروح الساحل يلا بينا. احنا جبنا كل حاجه جديده اهو، شوفوا الشنط، شوفوا نهى. نهى عامله ميكس في الكلر، بصوا الفوشيا مع الفرانشا، الفوشيا كمان في الهيت. بصي هتبقي رائعه وشيك جدا مع نهى سالم. ان اس حجاب اكستنشن، احفظوا بقى معايا، ان اس حجاب اكستنشن حلوه، كل حاجه عندها واو واو واو. يعني بصوا كل الهيت عندها جميله، شوفوا عامله حاجات مبتكره كده. انا بصوا اكتر ستات ناجحه بجد والله العظيم ستات المنصوره، عشان بس ايه تبقوا معايا. واول ريفيو عملناه وكان نجح، شوفوا الاكسسوارز، شوفوا الاكسسوارات البروشات، ده هاند ميد نهى اللي بتعمل كل حاجه. برافو عليكي. في ورد، بصوا لو عايزين مثلا تبصوا كده، ده شكل الفلاور لما بتتحط الورده دي، جميله جدا. هوريكم بقى كمان انا حطيت على الدريس معايا، ممكن تحطوها على حاجه عاليه شويه، مثلا جاكيت، اي حاجه انتوا عايزينها. في اكسسوارز كتير جميل قوي هنا عند نهى. بصوا بقى كمان الحاجات كلها عاملاها، شوفوا الاورنج في الاسود، انا عاشقه الاورنج وعاشقه الازرق، عامله الحاجات مميزه. بصوا الشنطه الاورنج اهي، انا هلف كمان هنا مع نهى. بصوا روعه يا نهى، تسلم ايدك بجد. بصوا نهى موجوده النهارده ان شاء الله، وبكره وبعده نادي جزيره الورد المنصوره، ولها تليفون هسيبه لكم في الديسكريبشن. بصوا بقى كمان التصميمات بقى اللي نهى بتعملها، نهى بتعمل الكوله اللي هي البليسيه، بصوا جميله جدا. نهى اسعارها بتبدا من 100 جنيه لغايه 500 جنيه على حسب البيسز بقى، على حسب يعني لو هي وان بيس مثلا وهي مش عامله ديزاين تاني، طبعا بتبقي انت سبيشال، فهتلاقيها غاليه شويه عشان ما حدش لابس زيك. بصوا دي كمان روعه يا نهى، بصوا في الابيض اهو، عامله بليسيه، عامله كل الموديلات، عامله طبعا دي بقى قمه الشياكه، استني ما نتكلم عنها شويه. بصوا يا جماعه دي قمه الشياكه، البلوزات الساتان دي مع جاكيت سواريه، وعامله سايز اكس لارج، 2 اكس لارج. بصوا اهي البراند اهو يا جماعه، بصوا ان اس حجاب اكستنشن، ده الاسم بتاع البراند بتاعها، ربنا يوفقها، انا فخوره بيها جدا. نهى سالم يعني حد جميل، وهي شوفوا 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 الشميز بالفلاور، رسم، بتعمل حاجات بالرسم، برافو عليكي يا نهى بجد والله. المراه المصريه ناجحه وثابته نفسها. ستات المنصوره دول بقى الجمال والشياكه والذوق العالي. بصوا دي جميله اهي، سيمبل خالص، على بنطلون ابيض يا جماله، على جينز، وعامله بنطلونات وعامله شميزات جينز. عايزه اقول لكم عندها هاي كولات رهيبه، اقسم بالله رهيبه. انا شوفوا بلاسيك. شوفوا الجمال، دي بتتفك يا نهى ولا ثابته؟ دي ثابته، في كولا منها لوحدها. ما انا هفرجكم بقى عندي على القناه النهارده، هتنبهروا بيها. بصوا بقى الحاجات، شوفوا البنات بقى، سن الجامعه، سن بناتي اهو، ثانوي، اعدادي، روعه يا نهى، تسلم ايدك بجد. شوفوا دي شميزات بيزكس الازرق، انا بصي هقف قدام الازرق واصور شويه. جميل جميل يا نهى، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك لها يا رب.
يعني بشجعها وبحييها. عامله جبير، عامله بنطلونات اهي كمان، اه، وعامله بقى للمقاسات الكبيره، يعني عامله فري سايز اللي وزنها 200 150. ما تقلقيش نهى هتدلعك، انت تعالي بس عند نهى وادخلي على الصفحه وخدي رقم التليفون هتدلعي. ونهى كمان بتعرف تختار يا جماعه، بصوا روعه روعه يا نهى بجد، تسلم ايديكي ما شاء الله عليكي حبيبتي، ربنا يحميكي. بصوا عاملين حاجات بقى يعني، ولا تقولي لي اي براند تاني جميل، وعامله الطويل وعامله اللي انتوا عايزينه قصير، عامله كارو، عامله جينز. شوفوا الجمال الدريسات، شوفوا الدريسات روعه يا نهى روعه. يلا بينا يا جماعه نطلع الساحل، يلا احنا ناخد الفساتين من نهى نطلع الساحل على طول. جميل يا نهى، بسم الله ما شاء الله روعه. بصوا انا عاجبني قوي انها مبتكره، يعني ال 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 السيشن عندها بصوا جميل روعه، المشجر كله يا جماعه ليه اللوجو بتاعها، وعلي عندكم اللارج، عندكم الاكس لارج، شوفوا كل الايه اهو الدريسات الساده. نهى بتقولي جميله جدا، انا عايزه افرجهم اللي زي المشجر اللي انا لابساه نهى. بصوا بقى انا لابسه ده، انا هحط لكم الصوره في الفيديو، مش عارفه اجيب نفسي الاوتفيت بتاعي، مش عارفه اجيبه عشان انا بصور بالموبايل النهارده، روعه ده، تحسي كده ان انت بقيتي برنسس مع نهى بجد، جميل اللون الكشمير واللبني وفي الاسود الشيفون اهو. على فكره ده ينفع سواريه بنات، وحطوا بروش الماس بس هنا كده مع اكسسوارز وخلاص، ده جميل ده حلو قوي. بصوا ونهى هتعمل خصم، يعني لو الحاجه 500 هتشيل لكم 150. بصوا نهى هتظبطكم، بصوا هتدعوا لي. وريني المشجر ده نهى، بصوا الجمال، شوفوا الطعامه بقى، شوفي نهى، نهى بجد والله روعه، تسلم ايدك فعلا. الله 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 على جماله، يا جماله يا جماله، خليت لي الحلوين. ايه نهى بجد مش مخليه. بصوا بنروح نجيب الحاجات دي بألف وبألفين نهى. هبصوا الاصل عندي ب 450، شفتوا يا جماعه ب 450، انا بس بصدمكم، دي بره ب1000 في اماكن انا شايفاها معاكم في مصر، دي نوعها بتباعها ب 450، انا ما خدتش الخصم منه. شوفوا بقى يعني هتشتروا الحاجه كده وانتوا مرتاحين، شوفوا اه، شوفوا الدريسات اللي هي الكاجوال، الناس اللي بتشتغل وعاملين لكم الجبير من ورا اهو، بصوا رائع يا نهى، تسلم ايديكي بجد والله، كل حاجه عندها جميله. في الفوشيا عامله لكم دريسات فوشيا، بصوا ادي الفوشيا اهو جميل جدا. الدونتيل بقى بصوا ده الرقي، دي الست الرايقه كده اللي حابه تلبس حاجه مميزه، ده مثلا الصبح انا عاملينها للمناسبات الصبح، اه الافراح اللي بالنهار. بصوا تلبس البيزك ابيض يا نهى تحتها ولا اسود؟ لو اسود حسب اللي هي حابه، في ناس بيلبسوه توب وبنطلون تحتيه ويتعمل اوبن وتسيبوه مفتوح، اه يعني انتوا معاكم البيزك زي ما نهى بتقول اهو، الابيض شغال، الاسود تمام، والموف طبعا هيبقى حلو بس هيقفله شويه ولا ايه؟ لا بلاش موف، يعني بلاش الموف هيقفله. عامله منه الفوشيا، شوفوا عامله اللبني، عامله كل الدرجات في الاسود دريسات، شوفوا الاسود روعه روعه روعه. البنت دي حاجتها تجنن، مش عشان حبيبتي وصاحبتي لا، هي فعلا متميزه طول عمرها من وهي في المدرسه متميزه طبعا. يعني ايه بصوا الدريسات، شوفوا الجمال، هوريكم بقى المفاجاه اللي ابهرتني، شوفوا بقى الطعامه، شوفوا الجمال. دي بقى طبعا احنا عارفين موجوده للناس اللي حابه بقى تشتغل في بنك الكولا العاديه. نهى بقى طعمت وعملت بالاكسسوارز، شوفوا في منتهى الشياكه. وعايزه اقول لكم لو خدتوا 3 من نهى، خدتوا 2 من نهى، هيكون في اوفر حلو جدا ليكم. وعامله الدونتيل، بصوا الدونتيل كمان اهي، تسلم ايدك يا نهى. على فكره نهى هتكون براند كبير، وخليكم فاكرين ان انا اللي قلت لكم وبنبأها انها هتكسر الدنيا في الاسواق العالميه والمصريه بجد والله يا نهى. بناتيل باجي كمان، بصوا شوفوا شوفوا، واو واو يا جمال ويا جمال وعلى الطعمه. شوفوا فكره الاستراس عامله زي عباده الشمس، عامله فلاور، بصوا الجمال. وفي اسدالات كمان، شوفوا عامله اسدالات كمان يا نهى، بصوا إزدالات. شوفوا الكارديجان الفوشيا مع الشنطه الجميله ده، بصوا ده انا هاخده، انا هكسر الدنيا وحقلب الدنيا بقى، والشاطر يحصلني بقى. يلا شوفوا مين هيحصلني واشتري من عند نهى. بصوا الشنط اقسم بالله تحتاروا تاخدوا منها ايه ولا ايه، يعني بصوا نهى هاتوا فلوسكم تعالوا هنا عند نهى، حلال فيها الفلوس، حاجاتها كلها روعه روعه، انا مبهوره وسعيده. بصوا شوفوا اللولي، اللي مش حابب اكسسوارز وحابب ان هو ياخد حاجات لولي سيمبل شويه، عامله اللولي ايه، عامله شوفوا شوفوا فرع، شوفوا فرع الشجر، في توبات كات جميل، الجمال شوفوا الجمال. لما تلاقوني تألقت الفتره الجايه اعرفوا بقى ان انا خلاص ركنت كل حاجه وبلبس منها سالم.
جميل. عامله بصوا بقى التوب البيزك اهو اللي انتوا حابينه تحت ايه، اي جاكيت جينز اي حاجه عندها كل ال كل البيزك عامله منها كل الالوان يا نهى صح؟ تمام. عايزه اوري الناس الازدالات. بصوا يا جماعه ده للماميز بقى بتاعتنا جميل. ده قماشه جيرسي اهي، جيرسي مع نهى عامله فيه الفلاور اللي هو ده. صلاه عيد الاضحى بقى يلا بينا ناخد من نهى صلاه عيد الاضحى. عامله الاسود والاخضر الاسود والله شوفوا بقى الزيتي ده، استنوا نفرده لكم على الكاميرا هبهركم يا بهير. النهارده يوم الانبهار مع نهى سالم واحلى فاشن ديزاينر فيكي يا منصوره. بصوا الجمال، بصوا بصوا اهي مالهم القماش الطري. بصوا بقى اللي ما بيحبش الجيرسي نهى عامله الفسكوز بيبي فلاور، انا بعشق البيبي فلاور ده. بصوا روعه دي بسيت قبلي بيه حد جميل وطري على الجسم في الصلاه. الله يبارك لك يا نهى والله العظيم بجد، يعني انا مبسوطه منك جدا وربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح نهى سالم. يا رب الفيديو يكون عجبكم والريفيو يكون عجبكم. كملوا بقى معانا كل الفيديوهات اللي جايه من نهى سالم، شوفوا الجديد عندها. بصوا دي الشنطه هنا برضو بفرجكم علشان اللي يجي يختار ويجي على طول يشتري من نهى سالم. باي، بقول لكم باي باي واشوفكم تاني في ريفيو مختلف.